كيف نحافظ على نظافة ساعات اليد المصنوعة من الجلد؟ نحتاج إلى صابون بلدي، كريم أطفال، وقطعة قماش. إذا كانت ساعتك مصنوعة من الجلد، قم بتنظيفها من الخلف بالماء والصابون البلدي المصنوع من زيت الزيتون بقطعة قماش ناعمة، وبعدها اترك الساعة لتجف، ثم ضع كريم الأطفال على وجه الجلد ومن الخلف أيضا. هل تعلم أن الساعة المصنوعة من الجلد تتميز بامتصاص العرق، حيث أنها أكثر ملائمة لمن يعانون من مشاكل في الجلد؟